تحية لكم جميع ورمضان مبارك. أنا جيت عندكم باش نقول لكم المدينة كيسلم عليكم كاملين. وتيشكركم وكيشكر الإخوان ديالو في المركز على هاد الوقفة التضامنية اللي درتو معاه. وتنقول لكم بأنه بالدعم ديالكم وبالمساندة ديالكم هيئة الدفاع كتقوى نهار على نهار. وكنتمناو بالله سبحانه وتعالى اننا نوصلوا المديمي باش ينال الحريه ديالو ان شاء الله. خصنا الجميع لا انتم كمتضامنين ولا كاعضاء ديال الجمعيه وعضوات ديال الجمعيه انه يبقى الثقه ديالكم في البلاد في المؤسسات وفي القضاء. احنا كمحامين عندنا واحد الثقه كبيره في هذه المحكمه الاستئناف بانها غادا ترجع الامور الى نصابها. خاصه ان المحكمه ديال الاستئناف ماشي بحال الابتدائيه، كاين ثلاثه القضاه وكيتخدا واحد شويه ديال الوقت وكيتشاف. اضيف الى ذلك ان الشكايه اللي قدمتها هذه المراه الفاضله اللي تنحييها باسمكم جميعا باسم هيئه الدفاع على الصبر ديالها والمسانده ديالها للابن ديالها، بانه الشكايه اللي عملت هي واللي عملنا احنا حالهم السيد الرئيس النيابه العامه لدى محكمه النقد على السيد الوكيل العام للملك، وحالهم كذلك على المحكمه الابتدائيه اللي تيحالتهم على الفرقه الوطنيه الشرطه القضائيه. وهذه الفرقه الوطنيه الشرطه القضائيه هي واحد الجهاز امني تابع للمديريه العامه للامن الوطني، معروف عليها النزاهه والاستقامه والاشتغال بواحد الاحترافيه عاليه. نتمنى من الله، لان الشكايات حنا سمينا فيها اسماء ومفاتيح قد توصل الى الفاعلين الحقيقيين اللي قاموا بهذاك المسوده اللي تلفقت ظلما وعدوانا للاخ محمد المديمي. والاخ محمد المديمي باش تنخبركم بانه من قلب السجن وجه رساله للمحكمه في المرحله الابتدائيه وغيأكد عليها، وهو انه انسان عمرو ما كان خائن لبلادو المؤسسات ديالو، وعمرو ما غادي يخون الامور اللي هي مشتركه بين المغاربه بما فيها الوحده الترابيه والمؤسسه الملكيه، وعبر على ذلك وحنا سنأكدوها. انسان اعتقل من اجل المواقف اللي كان تيعبر عليها بصفته رئيس المركز لحقوق الانسان. شنو هي هذه المواقف؟ هذه المواقف هي المتمثله في كل الخروقات اللي كانت كتجيهم من المركز وكيجي هو كيجري عليها، سواء كانت هذه الخروقات كتتعلق بالحقوق الاقتصاديه او المدنيه او السياسيه. وهذا هو العمل ديال كل نشطاء حقوق الانسان، وهذا العمل هذا الدستور كيضمنه. كيضمنوا دستور 2011، دستور 2011 اللي كان فيه اجابه على واحد العديد ديال الحركات الاحتجاجيه اللي تعملت في المغرب، وكذلك مطالب القوى الحيه والمواقف النبيله لجلاله الملك حفظه الله الذي كان متقدما في اقرار الحريات والحقوق لكل رعاياه بدون استثناء. وبالتالي الضامن الاول، هو جلاله الملك اللي أقر على أن المجتمع المدني هو شريك. فالمركز المغربي لحقوق الإنسان الوطني عفوا لحقوق الإنسان كباقي الجمعيات الحقوقية ببلادنا لما تنتقد تنتقد من أجل البناء، وماشي خصنا نعاملوا النشطاء حقوق الإنسان بهذه المعاملة هذه. وهذه المسألة ما داروهاش، ما دارتهاش الدولة، ما دارتهاش أجهزة الدولة، هادو داروا هادوك الناس اللي قرصهم المديمي اللي في الفساد اللي امر سيدنا الله ينصرو باش كنا تجندوا ليه. كل شيء تجند لمحاربه الفاسدين والمفسدين. جلاله الملك في قبه البرلمان قال بركه من هذه المسائل هذه، ونادى الجميع باش يحارب الفساد. وكلكم انتم كمركز لن ما خصكمش تخلوا على الرساله النبيله ديالكم. خصكم اي واحد كيقوم بالخروقات في المجال الاداري او في المجال العداله او في المجال الماليه وما كيحتارمش المواطنين يكون موضوع التشكي وموضوع التقارير ديالكم. المديمية تمتع بمعنويات عالية بالفضل المساندة ديالكم وديال المغاربة اللي في الخارج وكل يوتيوبرز اللي كيساندوه. أنا تنقول لكم بأن المديمي بريء من هذه التهمة، ولو كما كانش بريء منها ما كناش نبقاو معاه مساندينو ولن نتخلوا وما عمرنا تخلينا عليه. عكس ما كتكون واحد المعتوهه كتشكل استثناء
كذب في كذب استاذ. ما كيهمنيش انا هذيك، انا ما يهمني الان هو هذا الزخم ديال المواطنين والمواطنين والمواطنات اللي جاوا من مختلف ربوع المملكه كيمثلوا الفروع ديال المركز. فكنشكركم وكنبلغكم التحيات ديالو، والمديمي ان شاء الله غينال الحريه ديالو وغيلتحق بالعائله ديالو وبكم، ولكن بالدعم وبالمسانده وبالايمان بان عندنا قضاء مستقل، عندنا سلطه قضائيه. والملف كنخبركم الملفين معا جوج، لا الملف الاول المتعلق بالشكايات بسبعه، ولا الملف الثاني تاخروا لشهر يوم سبعه في شهر سته، وذلك بناء على طلب من دفاع الضحايا سواء المشتكين عفوا اللي في الملف الاول او الملف الثاني، لانهم يلاه توصلوا كانوا في الجلسات السابقه ما توصلوش باستدعاءات، سهرنا على التبليغ وتوصلوا وهذا حقهم. احنا لما كنقولوا يجب احترام القانون ويجب احترام الدستور، كذلك يجب ان نحترم حقوق الدفاع، الدفاع نتدافع معه في اطار القانون وفي اطار الاحترام والاحترام المتبادل. كنبغي ناكد مره اخرى على ان الشكايات اللي قامت بها الام ديالو واللي قام بها الدفاع هذا العبد الضعيف والاستاذ الهيني والاستاذ السناوي والاستاذ حجي والاستاذ وفاء قد احيلت على الفرقه الوطنيه. اتمنى خالصا من الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك الكريم ان الحكماء في هذه الدوله ان يراعوا لهذه المراه ولهذا الولد هذا، ان يراعوا هذا المديمي محمد هو ابن هذا الوطن، هو ابن هذا الوطن، لم يكن لا من المغررين، لم يسيء لا لثوابت الامه ولا للوحده الترابيه. المديمي محمد قال كلمه حق بصفته رئيس المركز، فإن تخلى عنه البعض لا يجب أن نتخلى عنه نحن. أتمنى أن الرسالة ديالي أن تكون وصلت، وأن الآن تقدمنا الطلب الصراح المؤقت كنتمناو باش يتم الاستجابة إليه. بالنسبة للتأخير أعطيته لكم في شهر سبعة، وكنشكر الجميع أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء هيئة الدفاع، وكنشكر الأم المديمي الثقة ديالتها اللي وضعها في هيئة الدفاع، المتواضع لله متواضعين لله، ونتمنى اننا كاملين نوصلوا لهذه الرساله. فشكرا لكم، شكرا استاذي العزيز.